الجيش العراقي يبدأ عملية عسكرية لاستعادة وسط الرمادي من داعش. التحالف يستأنف غاراته باليمن بعد خروقات مستمرة للحوثيين. مجلس الأمن يعلن اليوم الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني الليبية. نشرة الأخبار من النهار اليوم، مرحبا بكم. نبدأ هذه النشرة من العراق، حيث بدأ الجيش هجوما لإخراج مسلحي تنظيم داعش من وسط مدينة الرمادي كبرى مدن محافظة الأنبار غربي البلاد، وذلك بحسب المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعماني. سيطر داعش على الرمادي في مايو الماضي، وفشلت عدة محاولات عسكرية حكومية في استعادة المدينة. ومنذ يومين تدور حرب شوارع بين الجيش العراقي ومسلحي داعش شرقي الرمادي تحت غطاء من طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. ونبقى في الملف العراقي، ففي تطور لافت أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش سيف وارن أن الحكومة العراقية وافقت على تنفيذ قوة خاصة أمريكية لمهام سرية في العراق. وارن أوضح أن 200 عنصر سيشاركون في العمليات التي تستهدف مسلحي داعش. حتى الآن يقتصر دور المعلن للتحالف الدولي على تأمين غطاء جوي للقوات العراقية خلال عملياتها العسكرية، فيما يشن غارات على مواقع للتنظيم في سوريا. ونتحول إلى اليمن، فردا على خروقات مستمرة من الحوثيين للهدنة، استأنف التحالف العربي غاراته باليمن مستهدفا في 8 غارات مواقع وتجمعات للحوثيين وقوة صالح في تعز ولحج. أعلنت قيادة التحالف عن احترامها للهدنة، إلا أنها شددت في الوقت نفسه على الالتزام بالتصدي لما قالت إنها محاولة لتغيير واقع العمليات على الأرض. بالأمس وصفت محادثات السلام في جنيف بين الحكومة اليمنية والحوثيين بأنها تقدم غير كاف، لكن اليوم يمكن القول إنها لم تحرز تقدما بالمرة، فالمحادثات التي استمرت لستة أيام لم تخرج بشيء سوى تمديد الهدنة لأسبوع إضافي، لكن الواقع لم يعرف عن تلك الهدنة شيئا. فالتحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن شن 8 غارات استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في منطقة الراهضة والشريجة بين تعز ولحج، ودمرت منصة لإطلاق الصواريخ. عملية على الأرض صاحبها توعد للحوثيين بإجراءات ردع قاسية بعدما قصف المتمردون صاروخين باليستيين خلال 24 ساعة استهدف منشآت نفطية سعودية في جازان الحدودية. فالحوثيون خرقوا الهدنة كعادتهم كل مرة، ليس فقط بصواريخ على السعودية التي تقود التحالف العربي، وإنما أيضا بقصف منازل المدنيين في مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، ليصل عدد الخروقات إلى 170 خلال يومين. قوات التحالف لا ترد وحدها على تلك الخروقات، بل القوات الشرعية أيضا التي أخذت تشق طريقها إلى العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ سبتمبر 2014. فسيطرت المقاومة على جبلين في مدينة نهم الواقعة على بعد 60 كيلومترا فقط شمال شرقي صنعاء. إذن لا هدنة على الأرض، واقع يهدد اللقاء المرتقب بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين في 14 من يناير المقبل، لقاء لم يتحدد مكانه بعد، وإن كانت سويسرا وإثيوبيا مكانين محتملين. فرئيس الوفد الحكومي اليمني لمباحثات سويسرا قال إن جولة المفاوضات الجديدة مرهونة بالتزام الحوثيين بالهدنة التي خرقوها بعد ساعات من تمديدها، ولو حدث ووقع اللقاء فهل سيقبل الحوثيون بأهداف الحوار؟ فمن لم يلتزم بوقف إطلاق النار لأيام سيلتزمون بإيقاف دائم، مع الانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها وتسليم أسلحتهم للدولة. شيرين مجدي، النهار اليوم. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف السيد نبيل سهيل، الصحفي والمحلل السياسي اليمني. بداية سيد نبيل، نتحدث عن أن قيادة التحالف تحترم الهدنة، لكن الخروقات ما زالت مستمرة من الحوثيين، إذن هل من نتيجة؟ لا يوجد نتائج حتى هذه اللحظة، أتكلم عن النتائج السياسية، ولكن على الأرض هناك تغير ملحوظ وتغير كبير أيضا.
قوات التحالف حاليا استطاعت أن تغير من طرق إدارتها للمعارك في اليمن. لم تعد كما كانت سابقا في وضع صد الهجوم، وإنما الآن في هجوم مباشر سيطر على أكثر من محافظة. هناك تقدم ملحوظ بشكل كبير، هناك تغير على الأرض بشكل كبير. كانت لجماعة الحوثي فرصة أخيرة في قبولهم الجلوس على طاولة المفاوضات والعودة مرة أخرى إلى المسار السياسي، ولكن كالعادة وكعادة أي ميليشيات لا تقبل بالحلول السياسية، لا تؤمن بالحياة السياسية بالمسار السياسي. طيب لو كانت قوات التحالف بالفعل قد تخطت الكثير من الصعاب، ألا يعطي ذلك أمل في أن ينصاع الحوثيين للمفاوضات؟ أتوقع أن ينصاغ الحوثيين. وبالمناسبة هناك معلومات دقيقة ومؤكدة أن هناك حاليا تقوم قوات التحالف بتفاهمات كبيرة مع زعماء العشائر المحيطين بالعاصمة صنعاء، وهناك تجاوب كبير. الكل يعلم عندما دخل الحوثيون صنعاء كان هناك تفاهمات مع قادة هؤلاء القبائل الذين سمحوا للحوثيين بالمرور من أراضيهم، وكذلك الحال حاليا مع قوات التحالف التي أصبحت لا تبعد عن العاصمة صنعاء ما يقرب 40 كيلومتر. هناك انتصارات ميدانية كبيرة حققت خاصة في جبهة محافظة حجة عندما سيطرت قوات التحالف على ميناء ميدي وحرب، وبالتأكيد عندما تحس هذه الميليشيات بالخطر سترضخ إلى تنفيذ القرار 2216 كونه القرار الوحيد الذي يضمن لهذه الميليشيات العودة مرة أخرى إلى المسار السياسي ويضمن لها مكانة سياسية في مستقبل اليمن الجديد. نعم سيد نبيل سهيل المحلل السياسي اليمني والصحفي، شكرا جزيلا لك. نتحول إلى الشأن الليبي، حيث ستحظى حكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم باعتراف مجلس الأمن الذي يعقد جلسة خاصة. هذا ما صرح به إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، والذي أكد أن مجلس الأمن سيؤكد أن حكومة الوفاق هي السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا. كما سيطالب المجلس الحكومة بتفعيل قانون العفو العام كخطوة أساسية لإرساء المصالحة بين الليبيين. أكدت لجنة التحقيق الروسية صعوبة استخراج معلومات من الصندوق الأسود للمقاتلة التي أسقطتها تركيا على حدودها مع سوريا، وأوضحت أن 13 جهازا للذاكرة في الصندوق الأسود تضرر من أصل 16، وهو ما يؤدي لعدم الوصول لمعلومات واضحة حول رحلة الطائرة التي تتهمها تركيا باختراق مجالها الجوي. صوت البرلمان اليوناني وبالإجماع على صالح الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك بحضور الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اليوناني أليكسوس سيبروس وكبار الدبلوماسيين والمسؤولين اليونانيين. تضم اليونان إلى أو تنضم اليونان إلى السويد لتكون الدولة الثانية من بين دول الاتحاد الأوروبي 28 التي تعترف رسميا بدولة فلسطين ضمن حدود الرابع من يونيو 1967. وهذه النشرة مستمرة ومتواصلة مع حضراتكم، وفيها بعد قليل السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ويوجه كلمة للأمة. أهلا بكم من جديد. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف والذي نظمته وزارة الأوقاف. كرم الرئيس خلال الاحتفال 8 من العلماء في مصر والعالم الذين أثروا الحياة الدينية بفكرهم وعلمهم، ومن بينهم 6 من علماء الأوقاف. قال وزير الري الدكتور حسام مغازي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي سيطلق خلال ايام اشاره البدء في المرحله الاولى من المشروع القومي لاستصلاح وزراعه 1.5 مليون فدان بمدينه الفرافره بالوادي الجديد. اوضح ان الرئيس سيفتتح اول 40 بئرا جوفيه انتهى العمل بها في الفرافره، كما سيفتتح القرى الجديده التي انشئت وتضم 2500 وحده سكنيه فضلا عن المباني الحكوميه والخدميه كامله المرافق.
تستعد بورسعيد لاحتفالات العيد القومي 59 للمحافظة غدا الأربعاء، حيث تقام احتفالية بنطاق حي الشرق، ويتجمع الأهالي بميدان الشهداء المواجه للديوان العام رافعين الأعلام المصرية احتفالا بجلاء العدوان الثلاثي عن مصر عامة وبورسعيد خاصة. ومن جهته أكد محافظ المدينة اللواء مجدي نصر الدين أنه سيفتتح العديد من المشروعات الخدمية التي يستفيد منها المواطن البورسعيدي. وحول استعدادات محافظة بورسعيد للاحتفال بعيدها، وفانا مراسلنا يسري محمد بهذه الرسالة. نعم، بدأت محافظة بورسعيد احتفالاتها بالعيد القومي الخاص بها من خلال افتتاح عدد من المشروعات. يعني العيد القومي لبورسعيد هو في ذكرى 59 لجلاء آخر جندي من جنود العدوان الثلاثي الذي شنته ثلاث دول على محافظة بورسعيد وتمكنت من صده. اليوم بدأت عمليات افتتاح العديد من المشروعات داخل المحافظة. معنا سيادة اللواء محافظ بورسعيد للتعرف عن أهم المشروعات التي سيتم افتتاحها خلال العيد القومي والتي تم افتتاحها اليوم. اهلا وسهلا بيكم ورحب بيكم في محافظه بورسعيد منورنا. بهني شعب بورسعيد وشعب مصر كله، لان العيد ده مش عيد بورسعيد بس، ده عيد مصر كلها، كان اسمه عيد النصر. بهني الجميع وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد وبمناسبه المولد النبوي الشريف. اما بالنسبه للي احنا فيه النهارده، اسمح لي اقدم الشكر الاول لجهاز تعمير سينا مشرفنا الباشمهندس بهذا الخصوص. يعني بذلوا معنا الكثير من الجهد ولهم يعني بصمة واضحة في بورسعيد، سواء إن شاء الله بإذن الله في المداخل بتاعة بورسعيد، أو سواء في كوبري عزمي، أو في جهة الغرب المداخل بتاع بورسعيد، أو في الوصلة اللي هتتم ما بين محور 30 يونيو ووصولها لبورسعيد. مجهودهم واضح معانا في حاجات كتير قوي داخل بورسعيد، ومنها مشروعات الصرف الصحي. المنطقة اللي احنا موجودين فيها دي منطقة 356 فدان، كان صدر بيها قرار جمهوري بتسويتها على اساس ان شاء الله باذن الله هتكون منطقة صناعية. ما بنستناش بقى لما المصانع تقوم على المنطقة الصناعية وبعدين ندور على المرافق، لا، احنا ابتدينا باذن الله ان احنا نشتغل الاول في المرافق ونرافق المنطقة على اساس ان شاء الله ال 356 لما توزعوا كمصانع يبقى في النهاية المصنع لما يجي يشتغل تكون المنطقة مرفقة. وده كان بداية الجهد اللي بذل النهاردة. الحمد لله المحطة دي محطة هتعالج الصرف بتاع المنطقة الصناعية اللي هتكون موجودة، قدرتها في حدود 60,000 متر مكعب يوم، مرصود لها في حدود 300 مليون بإذن الله. النهاردة إن شاء الله بنوضع حجر الأساس خلال فترة إن شاء الله يعني لن تتعدى بالضبط سنة ونص أو سنتين تكون المحطة دي إن شاء الله منتهية. مشاهدينا الكرام، نتحول إلى الكويت لمتابعة المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الكويتي مع نظيره العراقي. بدأت مؤشرات البورصة تعاملاتها الصباحية على ارتفاع جماعي وسط توقعات استمراري للارتفاع مدعومة بعملية شراء من المصريين والأجانب. كانت البورصة قد اختتمت جلساتها بالأمس بارتفاع ومكاسب بلغت 900 مليون جنيه. أكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي أن الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الأجنبية آمن، وأن مصر ملتزمة بسداد جميع ديونها في مواعيد استحقاقها. ومن جهة أخرى، نفى البنك المركزي نيته لطباعة الجنيه أو الفئات الأقل ورقيا في صورة بنك نوت خلال الفترة المقبلة. أوضحت مصادر بالبنك أن ما تردد على شبكة التواصل الاجتماعي حول نية البنك المركزي المصري لإعادة طباعة العملات الورقية من فئات الجنيه والخمسين قرش والخمسة وعشرين قرش لا أساس له من الصحة. قررت وزارة الزراعة تخصيص معاش شهري لصغار المزارعين وعمال الزراعة بمبلغ قدره 500 جنيه بعد بلوغهم مرحلة عدم القدرة على العمل أو إصابة الفلاح بالعجز أو بإحالته إلى التقاعد. قرار أعلنته الدكتورة دينا الخشن المشرفة على العلاقات الخارجية بالوزارة في الحفل الذي أقامته وزارة الزراعة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بمناسبة يوم الأغذية العالمي.
لقد أعطت الفاو الأهمية في هذه السنة للحماية الاجتماعية، على اعتبار أنها الوسيلة الوحيدة التي تتيح للجياع التحرر من الجوع عبر جهودهم الذاتية، لتكون لهم بالتالي حياة كريمة ومنتجة. سيدات والسادة، إن النجاح عالميا في بلوغ أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي لا يتوقف على الحكومات وحدها، بل يظل رهنا بالأفراد أيضا، لكي نصبح جيل الصفر جوعا، الجيل الذي نجح في القضاء على الجوع قضاء مبرما في العالم كله. أكد الهيثم محسوسي الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير أن الوحدة شهدت مؤخرا نشاطا مكثفا للجمارك بهدف تسهيل التجارة بين دول أغادير، وهي مصر والمغرب وتونس والأردن. أشار المحسوسي خلال مشاركته في الاجتماع الرابع لكبار مسؤولي تكنولوجيا المعلومات بهيئات وسلطات الجمارك بدول اتفاقية أغادير إلى أن تبادل المعلومات يعتبر أحد أهم مكونات مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين دول أغادير. والآن مشاهدينا الكرام نتحول إلى الأخبار الرياضية. يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية في السادسة من مساء اليوم مباراة الأهلي وحرس الحدود في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز. يحتل الأهلي المركز التاسع في ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، بينما يأتي حرس الحدود في المركز قبل الأخير في الترتيب برصيد 3 نقاط جمعها من 8 مباريات. تغلب نادي أرسنال الإنجليزي على نادي مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس على ملعب الإمارات ضمن الجولة 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. فرض الفريق اللندني هيمنته على اللقاء في الشوط الأول، وسجل هدفي اللقاء ثيو الكاتو وأوليفي جارو قبل أن يقالس يايا توري الفارق بهدف مانشستر سيتي الوحيد. ذكرت تقارير إعلامية أن المدرب البرتغالي جوزي مورينو المقال من تدريب تشيلسي الإنجليزي قرر تجميد مفاوضاته مع مسؤولي مانشستر يونايتد حول خلافة الهولندي لويس فان غال. رفض مورينو وفقا للتقارير جاء احتراما لفان غال الذي لم يعلن رسميا عن مغادرته المان يونايتد حتى الآن. ونتحول الآن مشاهدينا الكرام إلى الأحوال الجوية. يسود اليوم طقس معتدل شمالا مائل للدفء جنوبا في النهار وشديد البرودة في الليل، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية. في ميالي بيان بدرجات الحرارة. وختاما هذه تذكرة بأبرز العناوين. الجيش العراقي يبدأ عملية عسكرية لاستعادة وسط الرمادي من داعش. التحالف يستأنف غاراته باليمن بعد خروقات مستمرة للحوثيين. مجلس الأمن يعلن اليوم الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني الليبية. انتهت النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.